مرحبا بكم في موجز الرابعه من انفوجرات. قررت وزارة الخارجية النمساوية تجريد 3 موظفين في السفارة الروسية في فيينا وموظف في القنصلية الروسية في سالزبورغ من وضعهم الدبلوماسي وإعلانهم شخصيات غير مرغوب فيها على الأراضي النمساوية، وذلك بعد إعلان العديد من الدول الغربية طرد دبلوماسيين روسيين، وذلك بموجب البند 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بدعوى ممارستهم أنشطة تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي، وقد طلب منهم مغادرة البلاد بحلول نهاية يوم 12 من أبريل، مما جعل المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا تتعهد بأن موسكو سترد بشكل مناسب على هذا الإجراء النمساوي. أكدت وزيرة الدفاع النمساوية كلاوديا تانا اليوم الخميس رفع ميزانية القوات المسلحة من 6% إلى 1.5% من الناتج المحلي خلال 5 سنوات، والتي أصبحت ضرورة في ظل الظروف الدولية الراهنة، لافتة إلى أهمية إقرار حزم استثمار إضافية من أجل التعويض بسرعة عن بعض أوجه التقصير السابقة، وذلك خاصة التوسع في التدريبات الإلزامية. وأضافت الوزيرة أن الحرب في أوكرانيا نقطة تحول في السياسة الأمنية الأوروبية، حيث لم يعد من الممكن اعتبار السلام أمراً مفروغاً منه، كما شددت تانا على ضرورة استخلاص الدروس الصحيحة من أزمة الحرب الراهنة. رداً على سؤال برلماني من شتيفاني كريسبا من حزب النيوز، كشف وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كانا عن تقرير يظهر اختفاء ما يقرب من 4898 طفلاً بنسبة 78% من أصل 5770 ممن تقدموا بطلبات لجوء خلال العام الماضي دون صحبة ذويهم، أغلبيتهم من أفغانستان وسوريا، ولكن أيضاً من الصومال وبنغلاديش وباكستان والمغرب ومصر، وسط مخاوف من تعرض كثير منهم للاستغلال والإتجار بالبشر. ومع ذلك فإن ليزا فولس إيجا من منظمة تنسيق اللجوء غير الحكومية، والتي أطلقت حملة لحماية الأطفال غير المصحوبين بذويهم، قالت أن الإجابة الأرجح هي أن عدداً كبيراً من الأطفال سافروا إلى أقاربهم في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وذلك بطرق غير قانونية، لأن لم شمل الأسرة القانوني عبر الاتحاد الأوروبي مفتوح فقط للآباء والأشقاء، ويتم استبعاد الأقارب البعيدين. اصطدم شاب شيشاني يبلغ من العمر 18 عاماً بدون رخصة بسيارة مرسيدس مسروقة بمتجر كيك في شارع بوخنغاسا بالحي العاشر في فيينا، وكان برفقته في السيارة 3 شبان تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً و17 عاماً، وفتاة ذات 16 عاماً والتي قامت بالعودة إلى مكان الحادث لتسلم نفسها. وقد تم القبض بعد ذلك على 3 من المشتبه بهم، ولا يزال البحث عن الرابع حتى الآن. وقد أصيبت امرأة تبلغ من العمر 60 عاماً بجروح خطيرة وكسور متعددة في العظام وإصابة في الرأس، وطفل ذو 11 عاماً بجروح طفيفة في الرأس، ولم يتقدم مكتب المدعي العام بطلب للاحتجاز السابق للمحاكمة، وتم إطلاق سراح جميع المشتبه بهم. كان هذا موجزنا، ونلقاكم على الساعة 5:30 مساء خاصة في رمضان بقراءتنا الإخبارية الموسعة، وإلى اللقاء.